مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا. زي ما قالت ساره، يعني بكره الخبر اليقين، عشان كلام كتير جدا بيتقال واشاعات كتيره جدا على لعيبه الفرقتين الحقيقه، مش بس على لعيبه الاهلي. فبكره المسحه بتاعه الاتحاد الافريقي يبان بعدها حاله اللاعبين ومين هيكون مسموح له المشاركه في المباراه ومين هيتم استبعاده. ونتمنى السلامه للجميع، مش بس لعيبه الاهلي، ونتمنى كمان السلامه للاعيبه الزمالك. عندنا كهربا، عندنا وليد، عندنا صالح، وبرضه هيعملوا مسحه وهنطمن عليهم في المسحه الرسميه، خليني اقول، من الاتحاد الافريقي. وبمناسبه الاتحاد الافريقي، في كلام كتير جدا على اسماء الحكام اللي هيتم تعيينها لاداره المباراه. حتى اللحظه، خليني اقول لحضراتكم بشكل رسمي، حتى اللحظه اتحاد او لجنه الحكام في تبع الاتحاد الافريقي لم تعلن عن اسماء الحكم اللي هيدير اللقاء. بكره ان شاء الله هيكون في اجتماع للجنه حكام الاتحاد الافريقي. وبالمناسبه خليني اقول لحضراتكم، في النهارده واحنا بنقابل حضراتكم دلوقتي في مصر، في معسكر بقاله فتره شغال، في 25 حكم من حكام الصفوه في القاره الافريقيه. من ال 25 اسم دول هيتم اختيار طاقم التحكيم، حكم الساحه ومعاونيه، وهيتم ايضا اختيار طاقم تحكيم الفار. وحتى اللحظه لم يتم الاعلان، عشان اقول لحضراتكم برضو المعلومه تبقى دقيقه، حتى اللحظه لم يتم الاعلان عن طاقم التحكيم المسؤول عن اداره نهائي دوري ابطال افريقيا.